الطفل من كتر ما بيشوف ويلح على ذهنه مشاهد العنف، سواء كانت مشاهد مستمرة زي ما بنقول كده لايف، يعني عايشها وبيشوفها في الشارع وبيشوف الناس بتتعامل ازاي مع بعض، وبيشوف في الإعلام من خلال المواد الدرامية أو من خلال البرامج الحوارية، يترسب لديه ثقافة أو أسلوب بأن هذا هو الأسلوب المتبع. استغلال الأطفال في بعض الجرائم نتيجة إن القوانين اللي ممكن هما ما يدخلوش في إطار العقوبة، زي مثلا ترويج المخدرات، فيما يخص جرائم النشل، فيما يخص جرائم السرقة. هذه مسائل الحقيقة برضو يجب ان احنا نقف امامها وقفة ونتفهم جيدا ايه هي الاسباب اللي وراء استغلال الاطفال في هذه الجرائم. وما ينفعش ان احنا كمؤسسات مجتمع ان كل واحد فينا يشتغل بمعزل عن التاني. ما ينفعش ابدا ان انا اكون بشتغل وبربي ابني والمدرسة بتشتغل في حتة تانية، يعني انا بربي ابني على الكرامة وعزة النفس والحوار، وتيجي مثلا مدرسة بتتبع اساليب التلقين وعدم قبول الحوار وتصدير بعض القيم السلبية وعدم اطلاق قدرات الطفل من خلال انهاكه بمقررات دراسية طول اليوم دون استيعاب طاقات الطفل في المجالات المختلفة الابداعية، وانا مثلا بربيه على انه لازم يمارس رياضة، لازم يمارس الانشطة الفنية، يبقى هنا في تضارب، يبقى انا بطلع طفل مشوه. اهلا بحضراتكم مره اخرى فضل الامام، يعني دكتور نسرين البغدادي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، تعرضت لاكثر من جزئيه مهمه، يعني قالت بان واحد من اسباب تنميه النزعه الاجراميه والعنف لدى الاحداث هي المكون الدرامي والشارع كمكون في السلوك. كيف يمكن معالجه الامر من هذا الباب؟ ما هو إنه على السلام حلا من زمان، وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الجيران كده والمدرسة كده والشارع كده وكذا إلى آخره، ما هو طبعا الولد لابد أن يتأثر. كل كلام الدكتورة نسرين هو في مكانه مظبوط، فلابد أن يعني مركز القومي للبحوث الجنائية الاجتماعية والجنائية الحقيقة بذل مجهودا خطيرا في خلال الثلاثين سنة اللي فاتت في محاولة رصد أكتر، والله لأنه ده احنا ثلاثين سنة إلى أربعين سنة اللي فاتت وأكتر، في رصد الظواهر الاجتماعية ومتى تكون ظاهرة وكيف الحلول لها. وعندهم مكتبة صدرت، أصدروا مكتبة بحالها لكل المشكلات بتاعتنا، يعني احنا جاهزين، يعني كل حاجة مرصودة وموصفة ومحطوط لها الحل. وبالرغم من ذلك الا ان هذا الحل ما بيوصلش للناس، يبقى ده دور بقى مناهج التعليم، دور الاتصال الجماهيري، دور الاعلام وهكذا. بدل ما بنشغل نفسنا بحاجات عجيبة غريبة بتحصل قدامنا، نشغل نفسنا كيف نطبق ما أنتجه هذا المركز العلمي صاحب الخبرة صاحب الـ 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 القواعد، كيف نطبقه في المجتمع. فدي دعوة، وكويس إن التقرير جاب الدكتورة نسرين البغدادي لأنها من العلماء في هذا الفن. وطبعا هناك قمم احتلوا رئاسة المعهد وكلهم كانوا من كبار العلماء في هذا المجال. وبقول لك انتاج هذا المركز يعني انتاج مشرف لمصر،
يا ريت ان احنا نحوله الى برامج عمل، ودي طبعا عايزه اراده للاصلاح صحيح. واراده للتنفيذ صحيح. فضل امام، الدراسات الصادره من المجلس القومي للطفوله اشارت الى كثره حوادث الاغتصاب للجناة بين 15 و 17 سنه، في اطفال بيتم تدريبهم على الاخذ بالثار، في 26 حاله قتل، 43 حالة اغتصاب على ايد اطفال اقل من 18 سنة. كان لسه احدى المتحدثات في الاسبوع قبل الماضي بتشتكي من ان ابن اختها اعتدى عليها وهو 17 سنة، وده كان عامل ازمة. الان كيف يمكن التصرف مع بعض المؤسسات والجهات التي تقول بانه لا يجب معاقبة هؤلاء الاطفال ومعاملتهم على انهم هؤلاء المجرمين ومعاملتهم على انهم اطفال؟ القضية والمشكلة اللي بيننا وبين بعض الناشطين في حقوق الإنسان يعني هي بالتعريف. نعم. بالتعريف، يعني احنا مختلفين في التعريف، تعريف الطفولة لا في تعريف حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، نعم. احنا بنقول ان حقوق الإنسان التي يجب علينا الالتزام بها وجوبا عينيا هي ما كان متفقا عليه. نعم. فكلمة متفقا عليها دي هم مش عايزينها، وده نوع من أنواع القهر. الله، يعني أنت عايزني وأنا مختلف معاك، هو ده حق ولا مش حق؟ إنك تمشيني على مزاجك أنت، كل ما تراه وهو الحق وأنا اللي أراه هو الباطل. إذن ففي كبر في الموضوع، في هيمنة، في محاولة للي الأزرع والأيدي. وكم من مرة كلمناهم يا جماعة حقوق الإنسان هي المتفق عليها. ولذلك لما يجي ويقول لي أنا عايز ألغي عقوبة الإعدام في مصر، هقول له لا. طب أنت كده يبقى خرجت عن حقوق الإنسان، هقول له لا. لماذا؟ لأن قضية الإعدام من عدمه وجوب عقوبة الإعدام من عدمه أمر غير متفق عليه. بعض الحقوقيين قالوا نلغي الإعدام وطوعتهم بعض الدول، وبعض الحقوقيين قالوا ما نلغيش الإعدام وطوعتهم بعض الدول، وأصبح هناك الإعدام ده عقوبة مقررة. الولاية الفلانية اللي في أمريكا بطلت الإعدام، بس الولاية العلنية ما بطلتش، بقت الولايات كلها تبطلوا، لكن الصين ما بطلتوش، مصر ما بطلتوش، السعودية ما بطلتوش. انت لازم ترغم الناس على حقوق مختلف فيها. نمرة اتنين، الشذوذ الجنسي حاجة مقرفة وحاجة ضد خلق الله سبحانه وتعالى. فضلوا يعملوا دراسات 50,000 دراسة انه لا ده طبيعته كده وعملوا كده. الصوت اللي يخرج في امريكا دلوقتي يقول لهم انتوا بتضيعوا الناس وبتضيعوا هذا الذي ابتلي بهذا البلاء، بدلا من انكم تتوبوه هتخلوه ينتحر في يوم من الايام، يسكتوه ويستهجنوه، وايه الدجل ده؟ فاحنا مختلفين مع هؤلاء الناس في التعريف. انت تقصد ايه بحقوق الانسان؟ حقوق الانسان فيها اعدام، علشان كمان في ناس اللي اتقتلوا ده اهل زينة ليهم حق، مش بس القاتل المغتصب الفاجر هو اللي ليه حق، ده المجني عليها واهلها ليهم حق، ده كذلك المجني عليه. طب القتيل، القتيل ده كان ليه حق ولا هو اصبح في عالم الاشياء؟ صحيح. على فكرة هم بيقولوا الواحد بعد ما بيموت تحول من انسانية الى الشيء، ده شيء، لكن احنا عندنا لقد كرمنا بني آدم، بنغسله ونكفنه وندفنه ونصلي عليه لانه ما زال، ومراته بتقعد 4 شهور و10 أيام، الله ايه ده، هو حي ولا ايه؟ ايوه لقد كرمنا بني آدم. فاحنا مختلفين معاهم في ايه هو حقوق الانسان. هل حقوق الانسان العيش بس والميت ده يتحرق؟ هل حقوق الإنسان على هواهم؟ هل فبنقول لهم حقوق الإنسان التي سنلتزم بها ونلزم الناس بها ما كان متفقا عليه. نعم. يبقى إذن
حقوق. وبعدين هم نفسهم بيقعوا في مثل هذا، ييجوا يبيعوا مثلا المخدرات او يبيحوا القتل الرحيم او يبيحوا الاجهاض. ما كل دي مش متفق عليها علشان تعتبرها من الحرية او من حقوق الانسان. انا لازلت احرم المخدرات، وانا اقول بحرمة القتل الرحيم، واقول بحرمة الاجهاض، والكاثوليك كلهم بيقولوا كده، من المسيحية كلها بتقول كده مع الاسلام واليهودية والبوذية. مرة اجتمعنا 30 دين في بلجيكا، هو الشذوذ ده يقبله احد؟ فوجدنا ان 7 مليار اللي موجودين على وجه الارض 6.5 مليار مش قابلينه، وفي نص ما عرفوش، ولكن فيه جماعات بيعملوا مظاهرات للشواذ. طيب كده بالشكل ده تسمونا ان احنا متخلفين علشان احنا مصممين على ما صممت عليه البشرية من خلقة الله وسنته في كونه؟ يبقى في تحيز، سموه بالانجليزي بايس، مظبوط، في بايس في الموضوع، في تحيز. فالتحيز ده احنا بنرفضه، وسنظل دائما مختلفين معاهم، وبنقول لهم المعتدي لازم ياخد جزاءه، وحقوق الانسان اشمل من الحياه والموت، وحقوق الانسان اشمل من الجاني الى المجني عليه، حقوق الانسان التي سوف نتبعها ونتمسك بها المتفق عليه. طيب فاروق الامام، اللي بيرفض ان يطبق او تطبق العقوبه القاسيه على الحدث اللي بيرتكب جرم كبير، بيقول انظروا لي بعين الرحمه، هو ما فيش في ربكم رحمه؟ ده دين الاسلامي دين رحمه. كيف ترد فضلتك على هذا الراي؟ هو الفقه الاسلامي وهو فقه الرحمه راعى هذا، فجعل هناك امكانيه للقصاص، وجعل هناك امكانيه للتعويض، للقصاص والتعويض. يعني شوف بقى فقال له القصاص ده من حق الولي، والراجل قتلوه يبقى اولاده الاولياء الدية، قالوا لازم القصاص، خلاص يبقى قصاص. شوف ازاي التهدئة للبال، مراعاة لحقوق هؤلاء. قالوا طيب لا احنا عايزين التعويض، يبقى الدية. ولو واحد بس قال انا مش هقتله، انا عايز الدية، نمشي ورا الواحد اللي بيقول مش هنقتله. ولو كان اغلبية اهل القتيل عايزين يقتل، الجاني يقتل، ده انكت من كده. ده لو كان طفل صغير من اولاده نستنى لما يبلغ. شفت الرحمة بقى؟ ناس عايزة تعيش وتعمر الدنيا، بس جبت حق اللي مات اللي اتقتل، بس جبت حق اللي مات وقبلت البال، تمام. يقولوا لي ما احنا كلنا هو متفقين انه يتقتل، مستني الطفل ده قبل ما يكبر. تتصور الطفل ده ما شافش ابوه؟ تتصور الطفل ده ممكن تختلف بيه الاحوال فيفضل الدية؟ تتصور الطفل ده شغلانه؟ سبحان الله. يبقى إذن بس ليه هدى البال؟ لا فقه متين ودين متين، ولكن هؤلاء لا يريدون أن يستمعوا إلا لأنفسهم. في حاجة في القلب اسمها إيه؟ الكبر. طبعا. والنبي عليه السلام قال إيه بقى في الكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. متكبرين، بيكبروا علينا، واخد بالك، ويسخروا منا. إنا نسخر منكم كما تسخروا، يعني هو أنت لازم تسخر مني وكده وخلاص. فهؤلاء بنرد عليهم بنقول لهم نتفق الأول في التعريف. طيب فضل الإمام، أساسا فضلتك بعد الفاصل، البعض بيقول أنا لو حد ليا اتعرض لهذه الجريمة وقتل على يد حدث وراح دخل السجن 7-8 سنين وخرج، أنا آسف في اللفظ يعني اللفظ العامي، بيطلع لسانه في الشارع وبيسخر مننا، والله إحنا في هذه الحالة سنتبع المبدأ الشرعي وهو القصاص. على فكرة بالمناسبة ده مش فرض،
ده حصل فعلا ان هؤلاء المجرمين طلعوا لسانهم. مظبوط. مظبوط. هستاذن فضيلتك كيف يكون التصرف في هذا الموقف وكذلك في صورة اخرى حينما يكون يحكم على هذا الحدث بالسجن؟ هنا يتعلم اجرام على اجرامه الصغير من المجرمين الكبار، كيف يكون التصرف الشرعي والقانوني في هذا الامر؟ ابقوا معنا.